بطولة جديدة للستريمر واليوتيوبر المعروف مستر سافش قادمة معنا في فورتنايت بتاريخ 30/6، ومدينة جديدة باسم أتلانتس خاصة بسكين أكوامان قادمة معنا بنهاية السيزون 3 شابتر 2. فإذا أنت أول مرة عندك تشاهد فيديو على القناة، يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس وحط لايك للفيديو واكتب كومنت حلو، لأنه 89% من الناس اللي عم تشاهد الفيديوهات ما عم تدعمني بالاشتراك أبدا أبدا أبدا. فنحن صفي لنا 450 أخو صديق لنوصل ل 10,000، واللايك طبعا بيفيدني جدا مشان يوصل المقطع لأكبر عدد منا. فلا مع بعض نشوف هذا الفيديو، وهلا والله بسكان الطابه الارضيه وفيديو جديد. خليني اول شيء احكي لكم بالنسبه لبطوله مستر سافيج الجديده. هاي البطوله ان شاء الله نزلت معنا في فورتنايت باسم مستر سافيج كاب، ان شاء الله رح تكون متوفره معنا يوم 30/6/2020. رح تكون البطوله من الساعه 4 عصرا او 4 مساء للساعه 11 مساء. البطوله رح تكون على 10,000 دولار رح تتوزع على الفائزين، وبالنسبه للسيرفر رح تكون على السيرفر الاوروبي، وبالنسبه لمنصات اللعب رح تقدر تلعبها على البلاي ستيشن وعلى البي سي وعلى الموبايل وعلى الاكس بوكس وعلى النينتندو، يعني بتقدر تلعبها على جميع المنصات. وعدد اللاعبين اللي رح يقدروا يسجلوا بهي اللعبه، او تقريبيا عدد اللاعبين بهي اللعبه رح يكون زائد 100,000، يعني متوقع يكون فوق ال 100,000 لاعب رح يلعب هاي البطوله. طب هدول ال 100,000 لاعب شلون رح يتقسموا؟ شلون رح تلعب اللعبه؟ اللعبه رح تكون عباره عن راوند او جوله، الجوله الاولى والجوله الثانيه رح تلعب فيهم للجوله الاولى والجوله الثانيه، ورح تتاهل على الجوله الثالثه والرابعه، يعني رح تتاهل على الجوله اللي بعد الاولى والثانيه، رح يتاهل عليها 500 شخص للجوله الثالثه والرابعه. انت كل عليك انك انت تلعب الجولة الأولى والجولة الثانية، بعد منها بتتأهل على الجولة الثالثة اللي هي فعلا رح تعطيك المصاري، يعني من 100,000 لاعب رح يصير 500 لاعب فقط لا غير على الجولة اللي بعد الأولى والثانية اللي رح يتأهلوا بالنسبة للمصاري. والبطولة رح تكون بنظام التيريوز، يعني رح تكون نظام التلت أشخاص، لا دو ولا سكواد ولا سولو، رح تكون بنظام التلت أشخاص ولازم يكون معك السكواد تبعك. فأنت لو بدك تشارك بهالبطولة كل عليك أنك أنت تعمل شير لهذا الفيديو وتبعت الرابط لأصدقائك لحتى يشوفوا البطولة بالضبط ويفهموا قواعدها مشان تفوتوا مع بعض وما تروح عليكم البطولة، وان شاء الله تكون من نصيب احد العرب يلي رح يشاركوا على السيرفر الاوروبي. هي ال 10,000 دولار رح تتقسم لكذا شخص، يعني انت ممكن يلحقك اي مبلغ كان، فانت حاول فيها ولا تستسلم ابدا، يعني انت حاول وان شاء الله تكون انت احد الرابحين حتى لو اي كان مبلغ كان يكون، بس انت شارك بهي البطوله. نظام البطوله رح يكون على السكور او على البوينت. كيف رح تكون نظامها؟ بالنسبه للفيكتور رويال يعني انك انت تجيب الجيم كامل رح يعطوك 14 نقطه، وبالنسبه للتوب 2 رح يعطوك 8 نقاط، وبالنسبه للتوب 3 رح يعطوك 6 نقاط، وبالنسبه للتوب 4 للتوب 17 رح يعطوك 3 نقاط. كل ما تجيب توب معين رح يعطوك نقاط، وبالنسبه على كل قتله او كل ذبحه رح تذبحها انت للاعب رح يعطوك 3 نقاط. لما انت تاخذ الثلاث نقاط هدول بقى بتصير بتجمع. فانت عندك نظامين لعب، يا اما تدرعمي وتجيب نقاط على كل قتله، يا اما تعمل السيف اللي انت تحاول تتخبى قد ما تقدر، يعني ما تقتل حدا لحتى توصل للتوب معين ويعطوك نقاط لحتى انت تزيد نقاطك. فانت شوف طريقه لعبك مع السكواد تبعك، انا ان شاء الله رح شارك فيها، وانا هلا رح علمك كيف تشارك فيها. انا حترك لك تحت بالديسكربشن رابط الصفحه الخاصه بايبك جيمز ببطوله مستر سافيج كاب، كل عليك انك انت بتفوت عليها لهي البطوله، في عندك الزر الاصفر اللي تحت بتكبس عليه بتحول للون الرمادي، وهيك انت بتكون شاركت بالبطوله، الف مبروك عليك. فالموضوع رح يكون انك انت تفوت على ايبك جيمز وتحط الايميل اللي انت بتلعب فيه، مو انك انت تلعب على ايميل وتحط تسجيل دخول على غير ايميل، لا، تعمل تسجيل دخول على الايميل نفسه وتلعب على الايميل نفسه على الايبك جيمز لانشر، يعني تشغل اللعبه على الايميل نفسه اللي انت فتحته على المتصفح وسجلت الدخول وسجلت بالبطوله. هذا هو نظام البطوله، بتمنى تكون انت عرفت كل شيء، واضح كل شيء امامك. لو عندك اي شيء اكتب لي تحت بالكومنتات، وانت ونازل تكتب كومنت حط لايك انت وماشي هيك بالطريق مشان يوصل لاكبر عدد من الناس. وبالنسبه لمدينه اتلانتس اللي حكينا عليها ببدايه الفيديو، مدينه اتلانتس كلياتنا انه هي بنعرفها انه مدينه اسطوريه. هلا هي مو موجوده بالحياه الواقعيه اصلا يعني، بس الناس بتحكي انه هي جزيرة موجودة وعليها اسطورة مائية مثل اكوامان بالضبط. هي موجودة بالجزيرة الاسبانية عم يقولوا عليها، هو اللي حكى عليها ذكرها افلاطون، كلياتنا بنعرف هذا الموضوع. فالموضوع كثير طويل بالنسبة للجزيرة، بس كيف رح تكون معنا بلعبة فورتنايت؟ بالنسبة للمياه كلياتنا بنعرف منسوب المياه حاليا عالي جدا بلعبة فورتنايت. هذا هو ترتيب الماء بالنسبة لانحسار المياه بلعبة فورتنايت بالسيزون 3 شابتر 2. مثل ما ظهر امامك اخر انحسار للماء او اخر تقلص للماء رح تظهر معنا مدينة خاصة باكوامان اللي هي رح تكون باسم اتلانتس، كلياتنا بنعرفها، هي صورة اتلانتس تقريبيا يعني، او مثل ما بيقولوا الناس او العلماء يعني بتحكي عليها، رح تكون
بهذا الشكل. بس هلا حاليا مثل مظهر امامنا بالماب وظاهر امامك، يعني رح تكون تقريبيا شبيهه جدا الى، رح تكون جزيره عم تحيط المياه كلياتها، ما في غير مدخل واحد من على الشمال من تحت، هيك رح تكون مدينه اطلانتس. طبعا رح يفتح معنا تحديات جديده ورح يفتح معنا اسرار جديده بالنسبه لسكن اكوامان، لحتى نقدر نحن نروح على مدينه اطلانتس ويرغمونا ان نروح عليها ونشوف اسرار. فهي مدينه اطلانتس ان شاء الله رح تظهر معنا بنهايه السيزون 3 شابتر 2، ونشوف مدينه جديده خاصه بسكن اكوامان مثل ما شفنا بسكن ديدبول وقت صار له القارب يلي هي باسم ذياشت بالسيزون 2 شابتر 2، تحول من القارب تبع مياو تحول لقارب ديدبول. فلحنا طبعا رح نشوف مدينه جديده لسكن اكوامان، وسكن اكوامان عم تقول بعض التسريبات انه هذا السكن او هاي الصوره ظاهره امامك للبنت اللي شعرها احمر رح ينزل معنا بالايتم شوب بنهايه هذا السيزون، رح تكون يلي هي انه مثل الجيرل فريند او الحبيبه تبع هذا السكن. كلياتنا متعودين انه لحنا بنهايه كل سيزون بالتير 100 بينزل معنا سكن شبيه جدا بسكن تير 100، يعني بتكون البنت تبعه مثل ما شفنا بالايس كينج بالسيزون السابع تقريبيا، شفنا سكن ايس كينج اللي هو التير 100 وشفنا معه سكن بنت نزل بالايتم شوب تقريبا ب 2000 في بوكس او 1500 في بوكس، مالي متذكر بالضبط. بس مثل ما عم تقول بعض التسريبات انه هذا السكن او هاي البنت رح تظهر معنا بالايتم شوب لحتى نشوفها اللي هي البنت الخاصه بسكن باكوامان او الجوز الثاني تبعه. فهذا هو بالنسبه لسكن اكوامان وبالنسبه لجزيره اتلانتس. وفي بعض التسريبات بتحكي انه في اصوات خاصه بهي المنطقه رح تنزل معنا اول ما تظهر هي المكان، رح يكون في اصوات عباره عن بعض الاشياء والانذارات والشغلات اللي هلا انتم رح تسمعوها. انا هلا رح اترككم مع جميع الاصوات الخاصه بمدينه اتلانتس وارجع لكم. مثل ما سمعتوا هاي هي الاصوات اللي رح نسمعها بمدينه اتلانتس بس ترجع معنا بالسيزون الثالث شابتر 2 او بس تظهر معنا بنهايه هذا السيزون. هذا هو مقطعنا اليوم، بتمنى يكون عجبك واستفدت ببعض المعلومات. بتمنى ما تنسى اللايك واشتراك وتفعيل زر الجرس وشارك هذا الفيديو مع اصدقائك اللي رح تلعب معهم بطوله مستر سافيج مشان يعرفوا القواعد وكيف رح يشاركوا فيها لهي البطوله. فشكرا لك، اذا كملت المقطع للاخر كور الدعم بالايتم شوب نيمو 9 وبرعايه الله. معي جوك 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 خش 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 الزون بعيدة شوي. يلا على السريع يا جميل انا موت.
العيال دي بتعتنق اليهودية، متعرفش ربنا. اهبل عليهم يا دمين. يا الله يا زلمة وينكم انتو؟ ما بغامق يا زلمة. خلي الواد ده بس يا جميل، الواد ده بس.